بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الأستاذ دكتور طارق الفيومي، أستاذ ورئيس قسم جراحة الأورام جامعة اسكندرية. أحب أتكلم على البريست كانسر أو سرطان الثدي. سرطان الثدي ده يعني أولا أنا بحاول أطمن السيدات أن معظم الكتل اللي بتحس في الثدي هي كتل حميدة بنسبة 90%، وأن 10% بس هي الكتل الخبيثة، وبالتالي اكتشافها بدري بيبقى حاجة كويسة جدا ان احنا نقدر نعمل علاج طيب. العلاج ده سواء جراحي او تكميلي كيماوي او اشعاعي او هرموني، وده بيتوقف طبعا على التحليل اللي بيطلع من العينة اللي بتتعمل بالنسبة للسيد. الجراحة عموما، وده جزء التخصص بتاعي، في حاجة اسمها جراحة تكميلية وتجميلية، والجراحة التكميلية والتجميلية دي بتتم أو بتقدر السيدة تحتفظ بالثدي بتاعها، وبناء عليه بتقدر إن هي يعني ما تحتاجش إن هي تعمل تعويض خارجي. الجراحة دي بتبقى مع طبعا التقدم العلمي بقت نوعا ما فيها سهولة وفيها يعني احترافية عن ذي قبل، وما بقاش في خوف من الثدي، ومعرفة التركيب التشريحي للثدي الحديث خلى الإمكانية من عمل هذه الجراحة شيء سهل وبسيط. طبعا الاستئصال الكلي ده لا يعني ابدا ان الدنيا انتهت، بالعكس في حاجات تعويضية. الحاجات التعويضية دي ممكن تكون من الجسم الإنسان او من حاجة تكميلية أو بروثيسيس زي ما بيقولوا، جزء تكميلي خارجي. شكرا لحضرتك.